السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهارده معانا كوردليس بيركاشن درايفر دريل اتش بي 488D002. ده دريل دقاق لاسلكي مزود ببطاريه 18 فولت ليثيوم ايون جي سيريز، ومخصص لعمل ثقوب بالصدم في الاحجار وقوالب الطوب، وثقوب دون صدم في الخشب والمعادن والسيراميك والبلاستيك، ومناسب ايضا لفك المسامير وربطها. عندنا ساعات التخريم بالنسبه للحديد 13 ملي، وبالنسبه للجدار 13 ملي، وبالنسبه للخشب 36 ملي. عندنا ساعات الربط بالنسبه لبرغي الخشب، فبقدر استخدم 6 ملي في 75 ملي، وبالنسبه للبرغي الملولب بدون صاموله فبقدر استخدم M6. عندنا السرعه بدون حمل بتصل الى 400 لفه في الدقيقه بالنسبه للسرعه المنخفضه، وتصل الى 1400 لفه في الدقيقه بالنسبه للسرعه العاليه. عندنا عدد الضربات في الدقيقه بتصل الى 6000 طرقه في الدقيقه او 6000 نقره في الدقيقه، وبالنسبه للسرعه العاليه بتصل الى 21000 نقره في الدقيقه. عندنا وزن الجهاز بتاعنا 1800 جرام، وسعر الجهاز 168 دولار. من ضمن المواصفات الجميله اللي بتميز بيها الجهاز اللي معانا النهارده ان في سرعات متغيره، وعندنا فرامل، وعندنا اتجاهين، عندنا 12 محدد عزل، كمان عندنا راس بدون مفتاح. وبالنسبه للمرحقات اللي بتيجي مع جهازنا، معانا 2 بطاريه 18 فولت 1.5 امبير ليثيوم ايون جي سيريز، كمان معانا ريشه للفك والربط ماينس بلس، ومعانا شاحن زي ما حضراتكم شايفين، والجهاز بتاعنا بيجي في شنطه زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل جهازنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين ده الدريل بتاعنا. عندنا يد عليها طبقه من المطاط الصناعي للمزيد من التحكم والراحه. عندنا 2 سرعة ميكانيكية، ودي من أهم المواصفات الموجودة في الدريل اللي معانا النهاردة. عندنا فرامل. عندنا سرعات متغيرة، ومن خلال الضغط على زناد التشغيل فبقدر أتحكم في السرعة. عندنا 12 محدد عزل، واستخدمهم اثناء فك وربط المسامير. وعندنا 3 اوضاع، عندنا وضع التخريم في الخشب والمعادن والسيراميك والبلاستيك، عندنا كمان وضع الفك والربط، والوضع الاخير بستخدمه اثناء التخريم في الاحجار. عندنا راس بدون مفتاح زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا سهولة في تغيير ريشة الحفر من خلال عكس الاتجاه بالشكل ده. فمعانا دريل قوي وخفيف الوزن، وحاجة طبعا سعرها ممتاز جدا جدا مقارنة بالمواصفات الجميلة اللي في الدريل اللي معانا النهاردة. دريل قوي، وعندنا تصميم مدمج وخفيف الوزن، وعندنا ظرف بدون مفتاح لسهولة تغيير ريشة الحفر، وعندنا يد مصممة هندسيا تعطي مزيد من التحكم والراحة. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.